السلام عليكم اخوتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين بصحه وعافيه يا رب العالمين. يا رب العالمين تكونوا بصحه وعافيه وتهلاو لي في الوالدين بزاف 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 بزاف. المهم كنوجه واحد التحيه كبيره للي فانس ديالي، وجيت اليوم نهضر لكم على داك عبد القادر موطاع مسكين. المهم غادي نخلي لكم الفيديو في التالي ديالو، غادي نخلي لكم واحد المقطع في التالي ديالو، واحد الفيديو بواحد التصريح خرج به. المهم يعني واش غادي نقول لكم، يعني واحد السيد خرج بواحد الفيديو ولا مانيش عارف، مشى خلع لا فامي ديالو، خلع وليداتو، خلع الناس، قال لهم ودي عاجل ما عاجل عبد القادر موطاع راه مات وكذا وكذا، وخلع الناس. علاش انت السيد عاد حي وبغيت تقتلو؟ راه حشومه عليك وعيب وعار. هاد الفيديو ما بغيتش يكون طويل اخوتي، بغيت غير نشارك معكم هاد الفيديو هذا. المهم مشى خرج بواحد الفيديو واحد الانسان قال لهم ودي عبد القادر موطاع باللي مات وهادي، خلع ولادو، الناس ولادو بقاو تجاراو، وشي جا من طنجه، شي جا من القويره، شي جا المهم ما خلى حتى شي بلاصه، جاو عنده هجموا عليه في الليل مساكين، هو خرج مسكين استقبلهم. غادي نخلي لكم فيديو في التالي خوتي، وغادي تشوفوا واحد المقطع ديالو واش كان يقول فيه مسكين. شفنا والله يطول في عمره، حتى واحد ما يتمنى الموت لخوه. حنا بكري حنا في وجده كنا نعرفوه بالطاهر بالفرياض بكري، يعني هو راه الجيل الكبير والصغير راه شاف الكبير والصغير شاف هذا، يعني شاف هذا الممثل القدير، وربي يطول عمره ويطول عمر جميع المسلمين وجميع الامهات والاباء ان شاء الله يا رب العالمين، يا رب العالمين طولهم في العمر ديالهم. المهم اخوتي انا ما بغيتش يكون هذا الفيديو طول بزاف، يعني انا بغيت نوجه غير هذه الرساله لهذا السيد اللي دار هكا. راه كما تدين وتدان، راه غادي يجي واحد النهار حتى غادي يديروا لك هكا، ولا ربي سبحانه وتعالى غادي يعطيك شي حاجه اللي ماشي زينه، يعني وكان غير خرج باعتذار ولا شي حاجه، ولكن نتايا مشيت قلت لهم مات وخلعت الناس، شي جا من طنجه، شي جا من الصحراء، شي جا شو الطيارات وجاو مسكين، يعني لحقاش يبغيوه فهمت. والناس داروا معاه لي فيديوهات وداروا معاه بزاف ديال الصوالح، يعني كنتمنى له طول العمر ان شاء الله. وهذا الفيديو كان قصير ليه، وربي يحفظكم ويسهل عليكم يا رب العالمين ويطول لكم في العمر. ما تنساوش تضغطوا على زر الجرس وديروا اشتراك في القناه ان شاء الله، بارطاجيو الفيديو، نحبكم بزاف. انا جالس حي ارزق، وجاء واحد يقول لي واه ياك متي، قالوا متي كي داير هذا الموقف هذا. اي ناعس تماما. تدخلت السيده عندي هي والبنيه كيقولوا لي باللي نوض نوض، راه القيامه نايضه في الباب ديال العماره، الناس جاو كيسولوا عليك وباغيين يعزيوك وباغيين، فقال كيقولوا بلي انت متي. فاضطريت نخرج عند الناس ونرحب بهم وهذا ونشكرهم على العواطف ديالهم ومشاو بحال. واش غنقول لك؟ اللي غنقول لك هو انني الان كنتكلم معاك وكنقوم بهذه التغطيه هذه، انا قدامك حي ارزاق إلا كتب الله.